بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بص يا جماعة، طيب سري ما قايلين لسه ايه؟ طيب سري ما بيظهرش معايا إلا أما أقسم لمالتيبل أريا. أنا انصيد الأريا عندي تايب 1 وتايب 2، تمام؟ طب دلوقتي إمتى يظهر معايا تايب 3 وتايب 4 وتايب 5؟ بيظهر معايا إمتى؟ بيظهر معايا مقسم لمالتيبل اريا، تمام. ال ال اس اي 3 او ال ال اس اي تايب 3 انا بقول عليه اسمه ايه؟ سمري. بص يا عم سيف، تعال نرسم رسمه كده. ايه دي ايه؟ بص يا عم سيف، هرسم لك انا رسمه هنا كده، راوتر او اريا مثلا. هنا راوتر في اريا 0، هنا راوتر في اريا 0، وهنا بس هو بردك هنا بردك في هنا ايه؟ اريا ايه؟ 5 او اريا 10 مثلا. هنا اريا 10 وهنا اريا كام؟ 0 يا سيف. الراوتر ده اسمه ايه يا عم سيف؟ اللي ما بين الارياز اسمه ايه؟ اسمه اي بي ار، اريا بوردر راوتر، تمام؟ معايا سيف؟ ايوه معايا ولا مش معايا؟ معاك معاك. ركز معايا سيف شويه بالله عليك. اه تمام معاك. فدلوقتي هو دلوقتي مين هيعمل جنريت للتايب 3؟ مين هيبقى مسؤول عن اللي هيبقى عامل جنريت للتايب 3؟ دي ار الاي بي ار. هو في راوتر غير اللي انا رسمته في الشبكه دي يا سيف؟ لا، الاي بي ار هو اللي هيعمل جنريت لايه؟ للتايب 3. بص يا عم سيف، يا سيف احنا قلت انسايد الاريا هنا بيبقى عندي حاجه اسمها ايه؟ تايب 1 وتايب 2، صح؟ ده دلوقتي انا عندي اريا 10 فيها تايب 1 وتايب 2. انت عارف ان تايب 1 وتايب 2 في معلومات كبيره جدا، معلومات كبيرة جدا عن الراوتر، عن النتورك وعن كل شيء. انا دلوقتي يا عم سيف اما اخد تايب 1 وتايب 2 اخلي الاي بي ار يزيعها كاملة، ما استفدتش حاجة من تقسيم الاريا، ما استفدتش اي حاجة من تقسيم الاريا. فانا دلوقتي يا عم سيف انا عندي تايب 1 وتايب 2، ده كده كده انا بزيع نتورك. انا بقول للراوتر او بقول للراوترات انت عايزين تروح النتورك الفلانية ارموا على كذا او روحوا من سيرفر الانترفيس كذا، صح؟ انا في الاول وفي الاخر عايز ازيع نتورك، صح؟ ايوه. فتايب 1 وتايب 2 في الاول والاخر ازيع له نتورك. فطبعا انا ما ازيع اما اخلي راوتر 1 وراوتر 2 يعمل جنريت لتايب 1 وتايب 2 انسايد اريا 0، يبقى انا ما استفدتش ان انا قسمت ارياز، فتمام. انا تايب 3 بيزيع لي ايه يا عم سيف؟ بيزيع لي تلات حاجات: النتورك اي دي، والسبنت ماسك بتاع النتورك، والكوست. بص يا عم سيف، النتورك اي دي ديت بتبقى 4 بايت، حجمها 4 بايت. ليه؟ احنا عارفين ان النتورك بتساوي 32 بت، و32 بت بتساوي 4 بايت، والماسك نفس الحوار 4 بايت. والكوست الحجم بتاعه 2 بايت. هتقول لي انا مش فاهم برضه، صح؟ بص يا سيف، انا هنا يا سيف الراوتر ده عنده في تايب 1 وتايب 2 شبكات مثلا 10.1.1.0
سلاش مثلا سلاش 24 و10 دوت 1 دوت 1 دوت 2 0 سلاش 24 و10 دوت 1 دوت 3 دوت 0 سلاش 24 دي كلها طالعه من ايه؟ من تايب 1 وتايب 2 و10 دوت 1 دوت 0 دوت 0 سلاش 24 ماشي يا عم سيف. ده كلها الراوتر عارفها عن طريق تايب 1 وتايب 2. طب تمام، انا عايز ازيع تايب 1 وتايب 2 انسايد اريا 0، بس هزيعها عن طريق ايه يا عم سيف؟ هزيعها عن طريق اخلي الاي بي ار هياخد تايب 1 وتايب 2 هيزيعها جوه اريا 0 بتايب 3. ازاي؟ هيقوم قايل له، هيقوم قايل لهم ايه؟ انسايد الايه؟ انسايد الراوترات اللي هي انسايد الاريا 0 يا راوترات، عايزين تروحهم لشبكه 10 1 1 0 10 2 0 10 1 3 0 10 ابعتوا له وانا اوديكم. تمام معايا؟ معاك يا فطبعا دلوقتي انسايد، انسايد اللي هو ايه؟ دلوقتي يا عم سيف انا عندي كام، انا عندي دلوقتي كام نتورك؟ أربعة. كل نتورك هتتبعت بال اس ايه؟ حجم ال اس ايه؟ سايز بتاعها كام؟ 10. ايوه 10 بايت. والنتورك اللي تحت هتتذيع بكام؟ ب 10، اللي هو ايه؟ النتورك اي دي بتاعها والماسك بتاعها والكوست. والشبكه اللي تحتها هتتذاع بكام؟ ب 10 برضك، النتورك اي دي بتاعها والماسك والكوست، ونفس الحوار ده برضك هيبعت 10 ايه؟ بايت، صح؟ ايوه. طب دلوقتي يا عم سيف، طب انا دلوقتي بقوم قايل للراوتر اللي هو الاي بي ار، انت هيجي لك، بص يا عم سيف، قوم قايل له انت الشبكه بتاع النتورك الفلانيه اللي هي 10.1.1.0 الماسك بتاعها سلاش 24 هيجي لك بكوست كام؟ 2. تمام، هترميها على الاي بي ار ونفس الحوار. طب انا دلوقتي يا سيف، انا اقدر اعمل حاجه اسمها سامري هنا، صح؟ ايوه. في الاوز بيف يا سيف، السامري بتعمل مانوال بايدك انت، لو ما عملتش سامري الراوترات مش هتعمل سامري، لازم تبقى ايدك انت اللي تعمل سامري بايدك. تمام معايا؟ معايا. ايوه فهمنا يا سيف؟ نعم. ايوه فدلوقتي انت هتعوز تعمل، انت عايز تقلل عدد حجم ال ال اس ديت، ال ال اس اي ديت، بدل ما تخليها 10 10 و10 و10 40 بايت، ممكن تخليها ب ال اس اي واحده طيب 3 بحجم 10. ازاي؟ هتقوم انت واقف على الاي بي ار ده يا عم سيف، تقول له اي بي ار كده، اللي هو الاي بي ار راوتر. ايوه. وتقوم قايل له ايه؟ هتقول له راوتر او اس بي اف 1. وتقوم قايل له ايه يا عم سيف؟ وتقوم قايل له يا سيف، تقوم قايل له اريا، انت الوقت عايز تبعت السامري دي من انهي اريا؟ 10، صح؟ ايوه. وتقول له اريا 10 الرينج بتاعك اللي هو شبكه 10.1.0.0 الماسك بتاعها 255 255. انا عندي هنا كام نتورك يا عم سيف؟ ده 1 2 3 4 يبقى سلاش 22. تمام، يبقى 252.0 كده. انا بعت التايب 3، تايب 3 1 ال اس اي تايب 3 1، يعني انا بعت ده كله النتورك دي كلها ب ال اس اي واحده، بدل ما كنت هبعتها ال 4 ال اس اي كل حجم ال ال اس اي مثلا ب 10 بايت، لا انا بعتها ب ال اس اي واحده. تمام، حجمها كام؟ حجمها 10 بايت. اختصرتها يعني؟ عملت سامري؟ لا يا عم، مش اختصرتها. انا لو ما عملتش السامري ده، راوتر الاي بي ار ده هيزيع الشبكات ديت انسايد اريا 0
بتايب 3 بس حجم التايب 3 ايه؟ 40 بايت. تمام؟ تمام. طب انا لو عملت سامري الاي بي ار ده هيذيع الشبكات دي جوه الاريا زيرو ب 10 بايت. انا كده قللت ايه؟ حجم الداتا بيس. مظبوط مظبوط تمام. وصلت؟ بدها تتبعت ب 40 4 عملنا سامري. ايوه انا عملتها بال اس واحده تمام اهي. عملت سامري. مظبوط مظبوط. معايا؟ ايوه معاك معاك. وصلت الحته دي؟ ايوه وصلت. تمام.